Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω I would τον be Πρόεδρο and Σίσι για την φιλοξενία al Sisi al استضافه مؤتمر القمه الرابع لليونان مصر وقبرص واود ان اكرر في بدايه تصريحاتي ان هذا التعاون بالنسبه لليونان فهو اختيار استراتيجي من اجل الدفع بالسلام بالامن والاستقرار والتنميه المشتركه في هذا المنطقة الحساسة. إن البحر المتوسط هو بحر يربط ويوحد بيننا، وهو بحر قد أدى إلى ظهور أهم الحضارات التي لعبت دورا هاما في تراثنا الثقافي العالمي، وفي ذات الوقت كانت وما زال البحر الذي يجمع كثير من الأزمات الدولية وما زال يجمع كثير من الأزمات الدولية ونسكن منها في مجالات الأمن والهجرة. لذلك فإن الدول المنطقة التي نتطلع إلى استقرار ورخاء شعوبنا علينا أن نتعاون من أجل مواجهة هذه التحديات. وفي إطار هذه الفكرة فإننا نقترح نموذج للتعاون باستثمار واستغلال موقعنا الاستراتيجي في مشترك طرق ثلاث قارات. في مجال الطاقة قد تحدثنا اليوم على ضرورة تعميق التعاون فيما بيننا ونقل الغاز الطبيعي من حقول في مصر وقبرص إلى أوروبا، وأيضا تحدثنا عن ترسيم مناطق الاقتصادية الخالصة فيما بيننا، وقد تحدثنا في ذات الوقت عن التعاون في المجال الهام لتنمية مصادر الطاقة المتجددة، وقد قررنا بشكل مشترك على عقد لقاءات دورية بين وزرائنا المعنيين. لقد تبنينا تصريح مشترك من أجل حماية البيئة وأيضا من أجل التعاون في مجال النقل البحري وتنمية الموانئ.